أكثر من 10 ملايين جزائري تحت خط الفقر و 440 بلدية فقيرة في الجزائر. هي أرقام وخلاصة دراسات ميدانية لخبراء يدقون ناقوس الخطر. فقر حقيقي موجود لأن ما فيش يعني أحسن توزيع ممكن. إذا نبهنا مرارا ونبهنا لأعضاء الحكومة. قصدنا دراسات مش على الولايات كولايات لكن على البلديات. لأن بعض الأحيان في ولاية معينة تلقى مثلا 10 بلديات اثنين فقيرة للغاية والآخرين ناجحين. يعني حتى في الولايات اللي فيهم البترول والغاز في هناك بلديات لازالت فقيرة. أرقام يعتبرها البعض مضخمة في ظل المشاريع الاجتماعية التنموية للحكومة. لا يمكن أن ينظر إلى ظاهرة الفقر في الجزائر كما ينظر إليها في الدول العربية. لماذا؟ لأن الاقتصاد الجزائري له خصوصياته، وكذلك لأن الإجراءات المتبعة في الجزائر من لدن الحكومة تعمل على تدنية أو تخفيض من معدلات الفقر. لماذا؟ لأن النظام الاقتصادي القائم في الجزائر هو نظام اقتصاد السوق لكن حافظ على الطابع الاجتماعي. بينما يتابع الشارع الجزائري ومراقبون تذبذبات سوق النفط والمستقبل الاقتصادي للبلاد بالكثير من الحذر. مقارنة مع عدد سكان في الجزائر 10 ملايين تحت خط الفقر هو رقم مرتفع جدا، لأنه نحن نتحدث على حوالي 27% من الساكنة في الجزائر. ولكن بنظر إلى الحقيقة على الأرض نقول بأن الرقم حقيقي أو يلامس جدا وبنسبة عالية الحقيقة، لأنه لو نلاحظ مثلا العوامل الاقتصادية الموجودة اليوم نقول بأن مستوى الدخل في الجزائر لا تتطور بوتيرة تسمح بتدارك الاختلالات التي تحصل في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي. الجزائر ريش بصح الله غالب، فكيما واحد اللي يربح 4000 ياكلها في نهار، واحد يربع يبيع في سيار بها. نهار كان بومي الله يرحمه كان البترول ما يلحقش 10 دولار. تضارب في الأرقام حول عدد الفقراء في الجزائر، إلى أن المتفق عليه ومحل الإجماع أن مستوى معيشة الفرد في الجزائر لا يعكس ولا يتناسب مع ثراء هذا البلد. زي العابدين جبارة لبرنامج اليوم على الحرة الجزائر.